مقادير البغاشة كوبايتين من الدي أو كوباية. إيه الصورة الحلوة دي؟ الصورة دي بتتكلم مصري، بصل من خير أرضنا أحمر أو أبيض، خد التوبنج وخد الخبرة الطهوية، معلقة نشا، شوية بهارات حلوين، عصرة ليمون، معلقة خل، قلبناهم مع بعض، سقطناهم في قلب الزيت. بصراحة هي دي عنوان طبق الكشري وعنوان طبق الكشك. مقادير البغاشة: بشرة برتقان، معلقة بيكنج باودر، شوية فانيليا، كوبايتين دقيق، بيضة. إذا احتاجنا هنحتاج لشوية حليب أو شوية مية دافيين حسب الرغبة. نعمل البغاشة إزاي ونحمرها في الزيت إزاي ونقدمها بطرق مختلفة إزاي؟ الكلام ده هنشوفه مع بعض. يا إما تقدميها مع سكر بودر، يا إما تقدميها مع قرفة، يا إما تقدميها مع شربات، يا إما تقدميها مع عسل، ويجعل أيامنا كلها عسل إن شاء الله. حلو الكلام؟ هنعملها مع بعض ونعجن العجينة الحلوة كده مع بعض سريعاً. أهو بطريقة بسيطة. كشك بقولكش. شفت الشوربة؟ انا هقلب لك بقى. انت عايز تشوف الكشك تفاصيله، تفاصيل الكشك الحلوه؟ مخرجنا يحب الصوره الحلوه. شفت القوام ده كده؟ اقول لك على سر مستعجله وانا مش حابب الموضوع ده بصراحه. هتجيبي معلقه دقيق صغيره وتقلبيها في شويه ميه وتحطها مع الكشك. اظن انت بتسقفي على ايدك دلوقتي، بتقولي انا كنت بعمل كده، منتظر الشيف المغازي يقول كده. معلقه دقيق صغيره بتقلبيها في شويه ميه وتحطها. يوم يعمل ايه يا عم الشيف؟ يديك القوام الحلو ده. القوام اللي يعلم مكان المعلقه وهي رايحه جايه. او المغرفه. هو ده، ده الكش جاهز. تخليها على نار هاديه كده عشان يبقى سخن على البصلايه ما تطلع معايا. معانا كبد الفراخ مستويه وهنزين بيها الطبق بتاعنا. ولكن تعالوا مع بعض، عايز اعمل عجينه البغاشه. حابب ان انا اعملها مع حضراتكم بصراحه. مش هتاخد وقت كبير ومش محتاجه تخمير. انا هعملها وعلى مغرف الكشك واعمل السلطه بتاعتي. هنبدا ان احنا نقطعها باشكال هندسيه، وممكن بنوتك الحلوه ولادك يخشوا المطبخ، شاركيهم في عمل الحلو ده كده، لان الحلو ده من الريف المصري والصعيد المصري، والحاجات بتاعت الزمن الجميل ديت خلونا نورثها لاولادنا. ولادنا مش بياكلوا الكشك، ايه المشكله لما نعرفهم الكشك؟ ولادنا مش بيحبوا الملوخيه الناشفه، ايه المشكله لما نعرفهم الملوخيه الناشفه؟ ولادنا مش بيحبوا البصاره، ايه المشكله لما نعرفهم اكله البصاره؟ والله البصارة دي يا حمادة يا سوسو كانت تيتا تحبها قوي، كانت تيتا تموت فيها. تقوم لما تقولي لها تيتا وماما بتحبها تقوم هي كمان تحبها. ادي شوية الدقيق بتوع انها زي الفل في قلبهم كده، بنحط البيضة الحلوة. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الصورة الحلوة دي؟ هو ده صورة لها تفاصيل كتيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ايه اللي انت حطيته ده يا مغازي؟ برتقانه مبشوره. البغاشه بطعم البرتقان؟ جربي. شويه فانيليا على البيضه عشان الزفاره. حلو قوي. شويه بيكنج باودر على الدقيق عشان تبقى عجينه هشه ومش مكتومه. تبقى بقلاوه. حلو، ده يغنيك عن التخمير. نشيل كل ده ملوش لازمه. ونبدا نعجن العجينه الحلوه دي مع بعض. واحنا واقفين كده بنسله، البصلايه على النار بتستوي والكشك على النار. استنى على البيضه كده ما تدوب جوه. حلو. في طريقتين لانك تكملي العجينه دي، يا اما بحليب يا اما ميه زي ما انت عايزه. بس للامانه انا هحط معلقه زيت صغيره عشان تبقى العجينه ايه معاكي طريه. بس خلاص. حلو. مقادير بسيطه تقدري تعمليها في البيت وانت قاعده كده رايقه وفايقه، وعينك على البصلايه الحلوه لا تتحرق منك. زي الفل. هنعجن العجينه كده. دي ناقصه حاجتين. حد يقول لي بقى من المتابعين دلوقتي للامانه، اللي هيقول هنحمر له البغاشه دي ونجيبها له لغايه عنده. بجد ناقصه حاجتين مهمين جدا بيتحطوا في اي عجين. انا سبت الصوره مفتوحه. حاجات بتتحط في اي عجين، اولهم رشه الملح الصغيره، هو ده. ثانيا رشه السكر الصغيره، هو ده. دول في اي معجنات بتحطيهم، رشه ملح ورشه سكر. هتقولي لي علل ولماذا؟
حلو قوي السؤال ده. ليه دايما يقول لك رشه ملح ورشه سكر؟ بتعملي حلو رشه ملح ورشه سكر، بتعملي فطير رشه ملح ورشه سكر، بتعملي كحك رشه ملح ورشه سكر. ماده الجلوتين اللي موجوده في الدقيق عشان ننشطها دول بينشطوها، رشه الملح ورشه السكر. ايه هي ماده الجلوتين دي يا عم الشيف؟ دي الماده المطاطيه اللي موجوده في القمح او في الدقيق اهي. طبعا هي مش موجوده في مبشور الدقيق او في الدقيق الكامل الايه؟ القشره، موجوده في الدقيق اللي هو الايه؟ بالشكل ده كده اه. المطحون يعني او الناعم او اللي هو يسموه رقم واحد يعني اه. اللي بيستخدم لكل انواع المعجنات اه. لما تجيبيليش مثلا شوفان وتقولي لي فيه ماده الجلوتين، لا خالص. اه. يلا. طلعت العجينة بس خلاص، هنرفع ايدينا من المية وندخل بايدينا كده. هو ده، شفت العجينة؟ الشطارة بقى انك تلم كل حاجة موجودة على الرخامة، ما تخليش أي أثر للعجينة وتلمها من إيدك كمان، تعرفي إن مكوناتك زي الفل. أنا بلعب دلوقتي أه. بنوتك هتخش المطبخ بتعملي إيه يا ماما؟ خليها هي اللي تشتغل بتعمل إيه الحركة دي. اهم حاجه الطاوله بتاعتك او الرخامه تكون نظيفه. شفت انا بعمل ايه؟ الطاوله يعني اللي الرخامه الكاونتر بس حد يروح يجيب الطاوله ونلعب طاوله؟ شفت الحلاوه؟ شفت العجينه في ايدي ازاي؟ مبسوطه فرحانه، مخدم عليها صح، واخده التوبنج بتاعها اذا كانت برتقان، اذا كانت رشه ملح، رشه سكر، معلقتين زيت، البيكن باودر والبيضه، يديها هشاشه كده ويديها ايه تبقى مرقه زي الفل. عجانه عجانه ليه عجانه؟ واشغل عجانه وكهرباء وصوت عالي، البيبي بتاعك نايم، جوزك جاي ساعه يريح، طبعا هيصحى. ايه يا حبيبي ما اعملكش يعني بغاشه وتعملي بقى تعلقي بقى الدنيا؟ صحيتي من النوم الراجل جاي يريح ساعه اهو بايدك اهي. اللهم صل على النبي اهي، ادي البغاشه. اتعلميها واعمليها واقليها وحمريها. اللهم صل على النبي اهي اهي. بس خلاص نبدا نقطعها ونفرتها مع بعض زي الفل. بس انا هسيبها شويه تتخمر. حلو الكلام، خلصنا البغاشه، نشيل كل حاجه احنا ملهاش عوزه هنا زي الفل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. العجينة بتتكلم مصري، مقاديرها بسيطة وسهلة، زي ما بقول دايما تفاصيل صغيرة المعنى كبير والطعم جديد. بغاشة حلو ده انا بعشقه، فيك تحطي مبشور اليوستفندي، مبشور البرتقان غير الطعم من بين اصابع ايدك العشرة ممكن بطعم الفانيليا طعم الحبهان طعم القرفة الزيت عندي بيتحمر او بيسخن قطعها بثلاثة تعريفة من عند اخواننا بتوع الادوات المنزلية، جيبيها كده وبيني شطارتك ورشاقتك في المطبخ ما عندكيش بسكينة صغيرة اللهم صل على النبي. ناخد دول كده عم الشيب زي ما هم كده الحلو ده من الريف المصري الصعيد المصري، بوجه له تحيه كبيره على فكره. الحلو ده انا بحبه جدا لان ممكن احط عليه عسل اسود، ممكن احط عليه سكر بودر، ممكن احط عليه عسل عادي، عسل زهره البرسيم بتاعنا الجميل الحلو ممكن احط عليه شربات. الزيت اخباره ايه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ورانا حاجه؟ واحدة واحدة كده عشان ما يلزقوش في بعض
الحاجات الحلوة دي البسيطة دي لها طعم ولها مذاق خاص وترجعنا لأيام زمان. بقول لك إيه يا حبيبي، النهاردة عاملة لك حلو كنت تاكله دايما من إيد مامتك عايشة، ربنا يديها الصحة، توفاها الله رحمة الله عليها، كانت بتعملها حلوة قوي، كنت بروح أحب أروح أكلها عندها وأكلها من إيديها. وهكذا وهكذا يتبادل الحديث بيننا. حلو قوي. طبعا النهارده البغاشه في قلب الزيت تاخد شويه تحمير، ونصيحه مني ما تقلبهاش خالص دلوقتي غير ما ننزل بالكميه كلها. هزه 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 هزه. ست ام كلثوم بتقول لك ايه؟ واثق الخطوات يمشي ملكا. انت لما تكوني عارفه بتعملي ايه وتتابعي الشيف المغازي والريموت كنترول اللي في ايدك ده اللي تعبنا ده كل شويه ننقل على محطه كل شويه ننقل على قناه، انت جيبي القناه الاولى وسمع هس كل يوم الساعه واحدة بس خلاص، بعد ساعه من الزمن اهو اهو اهو. ايه الحلاوه دي؟ خش معايا امسك يا درش حبيبي يا درش، اديني بوسه. حلو قوي، في تعاون كبير، فريق عمل محترم والله. اقول لكم ايه اللي حصل؟ اقسم بالله لا اي بيقولوا لي ما تقولش، بس انا هقول. انا معايا الزيت في القلايه، وارد ان الزيت ده يخزلني ما يسخنش معايا، يحصل دروب في الكهرباء، ده وارد. الاجهزه الكهربائيه عموما بتفاجئ الواحد وهو شغال، فانا طلبت طاسه فيها زيت تاني تبقى جنبي علشان لو ده حصل له حاجه احمر هنا. معانا اللطيف طبعا مخرجنا الاستاذ المساعد مخرج استاذ مصطفى، دخلهولي. ده دي البسط، لازم تعرفوا ان احنا كلنا بنحب عملنا وبنيجي عشان نسعد حضراتكم بالامانه والله العظيم، ولازم تعرفوا التفاصيل دي. ورزقنا على الله. خلوا بالكم كده، احنا خلصنا، تعال نعمل طبق بتنجان حلو قوي مع بعض دلوقتي. طبق البتنجان ده هنسيب الكشك ونسيب البغاشه ونركز فيه شويه. بتنجان اتحمر مسبقا في زيت، وما ينفعش الزيت اللي اتحمري فيه البتنجان تحمري فيه البغاشه، خلي بالك. ولا الزيت اللي حمرت فيه بطاطس تحمري فيه بغاشه. انواع الحلو زي بلح الشام زي الزلابيه زي البغاشه يتحمر في زيت مخصوص للحلويات، خلي بالك، لان بيبقى فيه طعم الفانيليا طعم البيض، فما ينفعش ان انا احمر فيه حاجات للاكل. ولا حاجه البطاطس ينفع احمر فيها حاجه حلويات، ده مهم جدا على فكره. صلي على الحبيب قلبك يطيب، هو ده اهو. ده هو ده هو ده هو ده اللون الذهبي ده اهو اهو. اللهم صل على النبي اهو. في طريقتين للبغاشه، يا اما نحطها في شربات. بص على الحلاوه، بص 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 على الجمال، سامع الصوت ده؟ اسكت شويه يا شيف. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ناخدها زي ما هي كده. طبق التقديم بتاعنا حلو، ما خدش من ايدي 3 دقايق. وعجنت العجينه مع حضراتكم على الهوا. نحطه هنا، نسمع الصوت تاني. عجينة وعجينة ايه؟ مخدومة، فيها طعم البرتقال فيها طعم اليوستفندي طعم الفانيليا زي ما انت عايز اقولي، فيها طعم السكر دي بقى ممكن نحلها بايه يا عم الشيف؟ في حاجتين، يا اما سكر باودر زي ده كده عليها، يا اما انك تحطي عسل شربات انا حبيب بحبها بالسكر البودر بصراحه، ليه بتبقى ايه مش حلوه انا كتير يعني، واخد بالك ويا سلام لو في شويه قرفه ناعمين شويه قرفه عليها كمان تبقى لطيفه يعني كل واحد ياخد الطبق بتاعه كده وقدامه الايه السكريه دي كده يسقطوا عليها. معانا قرفه ناعمه، قرفه ناعمه. عايز تحط شربات يا شربات حط شربات، عايز تحط عسل اللي هو السيرب، كوبايتين من السكر، كوبايه ماء، عصره ليمون، عود قرفه، فله، زي ما انت عايز.